السلام عليكم. انا عندي استفسار بسيط لامينه. ليا واحده زميلتي بشرتها فاتحه وشها مدور، بس مشكلتها انفها بتحسوا انه ايه مكان غلط، يعني المهم شكل انفها مش كويس، تعمل ايه؟ والله انا يعني لسه دكتور ماريان كانت موجوده معانا. لو انت خايفه تعملي عمليه تجميل ممكن دلوقتي بالبوتوكس والفيلر تظبطي الانف. ويمكن انا لو اللي بتسمعني متابعاني قلت لها انا فعلا عايزه اعمل حلقه ازاي نظبط الانف بالبوتوكس والفيلر، بس لان فعلا في ناس كتيره ما عندهاش يمكن المقدره الماديه تعمل عمليه او خايفه. نجوى بدر بتقول لي يا ريت يا امينه تعملي حلقات عن الصبغات وخصوصا المضطره تصبغ شعرها عشان ابيض من قدام. حاضر هنعمل كده، بس انا دايما بصوا يا جماعه انا مش مع الصبغه قوي في البيت غير لو حاجات زي اللي انت بتقوليها، ان انا شعري اسود وبعمل بس الجدود، لكن صبغه الالوان يا جماعه ان انا اتنقل من اسود لبني ومن بني لاصفر انا مش معاها خالص. اللي بنعمله ان احنا بنعك الدنيا وفي الاخر بنروح لكوافير شعرنا بيكون متبهدل وبندفع فلوس اكتر بكتير. حاجة تانية برضو هي بتكمل، ولو واحدة ايه مش سترة ومش فاهمة يبقى مش عارفة توصل للشكل الصح للصبغة. اوكي، وسحبة الوش اوكي، يعني هي كل كلامها ان هي عايزة تعمل حلقة ازاي نختار اللون الصح، ازاي نصبغ الشعر، ازاي نختار الهايلايتس الصح. على فكرة هي دي فكرة حلوة جدا فعلا، ممكن نعمل نجيب كوافير ويجيب لنا الوان كتيره من الصبغات ونتكلم مع بعض فعلا ازاي نختار الصبغه الصح ومكان الهايلايت، لان مكان الهايلايت فعلا بيفرق. حاضر هنعمل. بصوا يا جماعه انا عايزه ايميلز من دي كتير، ادونا افكار للبروجرام، احنا نقدر نعمل اي حاجه، فادونا بس افكار واحنا هنعمله كل اللي انتم عايزينه.